مع تحيات باسمة بوسترحال شاهين ريتا أسعد والمخرج جورج العلي. البداية أولا مع العناوين. لولو تنحسر بعدما زينت جبال لبنان بالأبيض. بيستمر تأثير العاصفة لولو على لبنان لبعد ظهر اليوم. الثلوج عم تتصاعد على ارتفاع 1100 متر وفوق. طريق ظهر البيدر سالك أمام السيارات المجهزة باستثناء الشاحنات، وزحمة سير داخل أنفاق المطار باتجاه العاصمة. العقدة السنية أمام الرئيس المكلف ولقاء مع بري بحث التركيبة الحكومية. وحنكش لصوت لبنان. عندنا مشكل بالطريقة اللي سمي فيها الرئيس المكلف، نحن عم نشوفها هيدي كأنها حكومة أمر واقع أو تحدي محور سمى ومشي فيها رغم كل التحذيرات. ارتفاع حصيلة تحطم طائرة الركاب في كازاخستان إلى 14 قتيلاً. بيقولوا ما حدا بيخلق معلم. لا تعلم ولادك وتقدر تكفيلهم جامعات، بلش جمع ببرنامج سيف ستيبس من الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لعلمهم بكرة. وحدها الطبيعة تبرد أجواء كانون الساخنة سياسيا مع طيف للشياطين، تحدث عنهم رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الذي سأل الله أن يحمي لبنان من شياطين السياسة وتجار المواقف. وإذا كان الرئيس المكلف حسان دياب يواصل مشاوراته وإن بعيدا عن الإعلام، فإن أي شيء لافت لم يرشح حتى الساعة عن اتصالات أو عن الاتصالات الجارية يمكن البناء عليه، مع الإشارة إلى أن دياب زار أمس رئيس مجلس النواب وتداول معه في التركيبة الحكومية. وإلى الرياح السياسية التي تشتد يوما بعد يوم، تتراجع الرياح الجوية مع الانفراجات المتوقعة في الساعات المقبلة ليتحول الجو إلى متقلب في نهاية الأسبوع. إذن لولو تغادر الأجواء اعتبارا من بعد الظهر بعدما لونت الجبال بالأبيض اعتبارا من 1100 متر، وكمية الأمطار الغزيرة التي هطلت ساهمت في إعادة التوازن إلى نسبة المتساقطات التي وصلت هذا العام إلى حدود 300 مليمتر. مرصد أولى شاهين أشار من جهته إلى أن كمية الأمطار المسجلة في رأس بيروت أمس بلغت مساء 144 مليمترا، فصار المجموع التصاعدي حتى تاريخه 436، يقابله في هذا التاريخ من العام الماضي 290 مليمترا، أما المعدل السنوي العام لهذا التاريخ فهو 288 مليمترا، علما أن أكبر كمية من المطر سجلت في يوم واحد كانت في التاسع من كانون الأول من العام 1997 وبلغت 100 مليمتر. هذا وقد اجتاحت السيول 4 مخيمات للاجئين في سهل عكار، فيما أنقذ الدفاع المدني مواطنين احتجزتهم الثلوج داخل 33 سيارة في عيون السمان وبكيش. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ وسام أبو خشفي من مصلحة الأرصاد في مطار رفيق الحريري الدولي. استمر تأثير العاصفة لولو على لبنان لبعد ظهر اليوم اللي بتنحسر تدريجيا، بس بيبقى الطقس متقلب وماطر لحد يوم الأحد وبيتحسن تدريجيا. طقسنا اليوم بيكون غائم وممطر بغزارة خاصة بالمناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية، من حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة. الثلوج عم تتصاعد على ارتفاع 1100 متر وما فوق، بصير عنا انفراجات واسعة بعد الظهر وبتنحسر الأمطار خلال الفترة المسائية. هم بنحذر بسبب السقعة
من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من 1000 متر خلال الليل. يوم السبت بيكون غائم جزئيا لغائم أحيانا مع رياح ناشطة وأمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا خاصة خلال الفترة المسائية مع عواصف رعدية والثلوج على 1200 متر. الأحد بيكون غائم جزئيا مع أمطار خلال الفترة الصباحية، بيتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار وبصير نسبيا صافي لقليل الغيوم، وعندنا ارتفاع بيكون بدرجات الحرارة. بالنسبة لدرجات الحرارة على الساحل بتتراوح من 5 إلى 15 درجة، فوق الجبال من 4 إلى 7 درجات، وبالبقاع من 3 إلى 7 درجات. الرياح عم بتكون جنوبية غربية لجنوبية شرقية سرعتها بين 30 و50 كيلومتر بالساعة. وتسجل في هذه الأثناء زحمة سير خانقة داخل أنفاق المطار باتجاه بيروت. كيف تبدو الطرق هذا الصباح في العاصمة والمناطق من غرفة التحكم المروري المؤهل أول روبير الزغبي؟ حركة السير عم تكون طبيعية على مداخل العاصمة بهذا الوقت. بالنسبة لحوادث السير خلال 24 ساعة الماضية سجل عنا 9 حوادث نتج عنهم قتيلين وتسع جرحى. مخالفات سرعة زائد رادار سجل عنا 314 مخالفة. أما الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي تنورين حرس الجبي، أكفر زبيان حرس بعلبك، ليسا حرس بعلبك، عينات الأرز، معاصر شوف كفرية، جرد مربين الهرمل، شبعة عين عطا، وترشيش زحلي. أما الطرقات السالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو ذات الدفع الرباعي هي ظهر البيدر، إهدن، بشري، الأرز، فريا، لأبيات الهرمل وأفقى العقورة. يواصل الرئيس المكلف حسان دياب اتصالاته إلا أنه يصطدم بعقدة سنية بعد اعتذار عدد من الوجوه عن قبول التوزير، وهو التقى قياديين من المرد والحزبين القومي والديمقراطي. وفي المعلومات المتوافرة أن الحكومة قد تكون بين 18 و20 وزيرا. وقد برزت دعوات لانطلاق مسيرات حاشدة في المناطق بعد صلاة الجمعة رفضا لتكليف دياب. رئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى بعض التفاؤل في إمكان ولادة الحكومة في وقت ليس ببعيد إذا طغت الإيجابيات على حركة المشاورات الجارية. صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن مصادر في رئاستي الجمهورية ومجلس النواب أن عون وبري طلبا من الرئيس المكلف التروي بعدما لمسا استعجاله لإنجاز التشكيل في خلال أيام. وأوضحت أن طلب التروي جاء لعدد من الأسباب، بينها أن أسماء مقترحة في اللائحة التي قدمها دياب غير معروفة، مشيرة إلى أن الحاجة ملحة لمعرفة معلومات عن سيرهم الذاتية وخبراتهم ونوعية اختصاصهم. النائب حنكش أكد لصوت لبنان أن البطالة لامست 50%، ورأى أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة أمر واقع. طالما ما في معالجة جدية وما في وضوح مع الرأي العام ومع المسؤولين بالبلد، المشكل بده يتفاقم، والناس آخر النهار مشاكل اللي عم تصير مع المصاريف هي من وراء عدم وضوح المصاريف، وهي التزاكي على القوانين الموجودة، وهي استلفاء بمطالب الناس. رح توصل الناس لمحل بتستعمل كل الوسائل المتاحة قدامها تقدر تدق بجنى عمرها. ما بيصير اليوم البنوك تقرر أي متى تعطي الناس وقديه تعطيها وبأي نمط حياة تعيشه. هي من مالي، من مال تاني صار لنا نحن شهر ونص بعد ما تألفت الحكومة، من بعد استقالة الحكومة، الحكومة يلي مفروض تعطي شوية ثقة للبنانيين وللمجتمع الدولي تيبلش نوقف أو نخفف من الانحدار يلي صارنا سنين عم نحس فيه وعم نحذر منه. ولكن طبعا نحن عم نحكي مع منظومة سلطة، المبول مثل ما في أطرش أكتر من يلي ما بده يسمع، ما بدهم يسمعوا. وصلنا اليوم قدام أمر واقع، وكل الحكي والكلام يلي كان عم ينحكى وأنه لا وما في مشكل، وكل الكلام يلي بينحكى أنه بكرة بتجي قدرة إلهية أو شي مكرمة من شي بلد تشيلنا، صرنا لمحل حدا مستعد يشيلنا، لأن كمان ما في استقرار وما في ثقة بالبلد. بالتالي هيدا رح يودي مزيد من التفاقم. صار تقريبا نص شبابنا اليوم بالشوماج أو أو عاطين عن العمل، بطالة تقريبا لمست 50%، وشبابنا عم بتهاجر، وبعد ما في معالجات. كان في حكومة كان ما في معالجات، واليوم بتضيع الوقت كمان ما في معالجات. طيب استاذ حنكش، كيف رح يتعامل حزب الكتائب في حال تم تشكيل حكومة من الاختصاصيين مع الحكومة الجديدة؟ يوم نحن عنا مشكل بالطريقة اللي سمي فيها الرئيس المكلف، مع احترامنا لشخصه يمكن هو شخص ممتاز، ولكن نحن عم نشوفها هيدي كأنها حكومة أمر واقع أو تحدي محور.
سمى ومش فيها رغم كل التحذيرات. نحن كنا سمينا الاستاذ نواف سليم متع بكل المواصفات يلي طلبت فيها الناس. اليوم بدنا عالم عندهم ثقة، عندهم سجل كافي ما يكفي من النزاهة والكفاءة، ويكونوا أشخاص منفصلين عن المنظومة السياسية بالبلد، لأنه هي المنظومة السياسية وصلتنا لمشروط في البلد. سمينا على هذا الأساس الأستاذ نواف سليم، ولكن القوى السياسية طبعا يمكن منا جدية بمعالجة الأمر الواقع، بالعكس راحت بطريقة وشفنا كيف التزاكي وكيف الالتفاف، ناس ظهرت من الشباك عم ترجع تفوت من الطاقة، وناس ظهرت من الباب يرجع يفوتوا من الشباك. شفنا كل هالمحاولات، ويمكن بعد عم بيصير في محاولات بهذا الموضوع، أو يمكن أحزاب نفسه رح تسمي ناس يعاد تدويرها، يمكن نفس الأشخاص أو بأسامي يمكن مستعارة خلينا نقول تترجع تفوت على الحكومة، ويكمل النهج نفسه والاهترة نفسه والفساد نفسه والانحدار يلي حصل. وبعد البلبلة التي أثارها جواب حاكم مصر في لبنان عن سؤال يتعلق بسعر الدولار، طمأن رياض سليم اللبنانيين إلى أن سعر الدولار في المصارف سيبقى مستقراً عند مستواه الحالي المعلن رسمياً من المصرف المركزي. وفي حديث للنهار أطلق سليم سلسلة مواقف مطمئنة حول ودائع اللبنانيين في المصارف، فنفى كل ما يشاع عن توجه لدى القطاع المصرفي لحظر التعامل بالدولار النقدي مع الزبائن وحصر التعامل ببطاقات الائتمان والشيكات والتحويل المصرفية، كما أكد أن لا نية لوقف مد العملاء بالدولار في السنة الجديدة، ولا صحة لما يشاع عن تحويل قصري للودائع بالدولار إلى الليرة اللبنانية. حاكم مصر في لبنان كان قد تحدث بعد مشاركته في جلسة لجنة المال والموازنة عن مصير التحويلات الخارجية إلى سويسرا. نحن رح نقوم بكل ما بيسمح لنا فيه الأمور لنتحقق من كل التحويلات اللي صارت بال 2019. أكيد الناس حرة بأموالها، بس إذا في أموال مشبوهة بنقدر نعرف. النائب حسن فضل الله أكد أيضا بعد اجتماع لجنة المال أن أزمة السيولة مرتبطة بالغلاء الفاحش. نحن عم نحكي عن حوالي 11 مليار دولار من المصارف موجودة بالخارج. أنا طرحت السؤال فينا نجيبها على لبنان كسيولة على المصارف اللبنانية. في التزام أخذناه من حاكم مصرف لبنان أنه هلأ تحاويل إلى الخارج هو ما بيعرف فيها. في هيئة التحقيق التي يفترض أن تبدأ بجربه على كل العمليات التي لها علاقة بالتحويلات. إذا الأموال التي حولت أموال غير شرعية وفق التوصيف القانوني فليجب أن تستعاد. كتلة الوفاء للمقاومة دعت إلى حكومة تضم كفاءات ذات اختصاص وحس وطني وتعمل لمعالجة الأزمتين الاقتصادية والنقدية. البيان تلاه النائب إيهاب حميدي. إن المهام التي تنتظر مجلس الوزراء المرتقب تفترض حكما العمل على ألا يكون مجلس مواجهة أو تحديا لأحد، وأن يستحضر مصالح البلد ومكوناته كافة، وأن يكون حاضنا لتطلعات الشعب وضنينا بألا يسقط في فخ الفئوية أو التهميش لأي كان. وأمام مصرف لبنان في الحمرة وقفة احتجاجية مسائية احتجاجا على السياسة المصرفية. تماما انه قبل 17 سنين وين كان شو عم يعمل بالبلد، شو كان صاير بالبلد، احوال الدولار حمامنا على المضبوط. اليوم نحن موجودين قدام مصر في لبنان بهذا الطقس العاطف لنقول للشعب اللبناني قبل السياسي، لنقول للشعب اللبناني نحن موجودين، تفضلوا زلوا ما بقى تنطروا، شو ناطرين من وعود سياسي فاسي من سلطة كذابة كل يوم والتاني تطلع علينا بوعد جديد، كل يوم والتاني رياض سلامي وغير رياض سلامي بيوعدنا لنحبسكم. الحلول عند هيدا الحرامي، حاكم مصرف لبنان حرامي، هني فاكرين انه الثورة خلصت، هني فاكرين لا والله ما خلصت، ما بتخلص الا ما تخلص روحنا تخلص هيدي الثورة. يعني نحن بعد 69 يوم واقفين هون مش عم نعرف من بدنا نسأل شو وضع الليرة ولوين رايحين بعد. وامام جمعية المصارف تظاهرة ودعوة الى التوقف عن دفع القروض. بس لحتى يتجوزوا بدهم ياخذوا قرض شخصي، راحوا على المصرف اخذوا قرض شخصي مبلغ 11000 دولار، تجوزوا بهذا القرض الشخصي وهن مجوزين صاروا يدفعوا من معاشاتهم على هذا القرض 200 دولار، رجع
قالوا أهلا للبنت إنه بدنا شقة لهيدي البنت لحتى تقعد فيها، راحوا أخذوا قرض إسكان لا يقعدوا ببيت لأنه هذا حق حافظ الدستور. قعدوا بهذا البيت وأخذوا قرض إسكان 200,000 دولار لأنه هو معاشه 2,000 دولار وهي معاشها 2,000 دولار. صاروا يدفعوا للإسكان كل شهر بحدود 1,000 أو 1,200 دولار، مع القرض الشخصي صاروا 1,400 دولار. ابتداء من هلأ رح نمتنع عن دفع القروض المصرفية الخاصة بالسكن والسيارات والتعليم إلى حين إلغاء الفوائد لكل حدا سدد أكثر من نص الدين، وتخفيض الفوائد وإعادة جدولة الدفعات للباقيين. إلى ذلك جابت مسيرة لمجموعة من المغتربين من وزارة الخارجية باتجاه ساحة النجمة. أنا جاي من كليفلاند أمريكا. نحن ما طالبنا أكيد بدولة مدنية غير طائفية وفيها عدالة اجتماعية. النائب إبراهيم كنعان أعلن في ختام جلسة لجنة المال والموازنة إقرار موازنة العام 2020 مع تعديلات كثيرة. تعديلات إلى علاقة بالتخفيض. تخفيض المقترح اليوم هو أكبر من التخفيض يلي كنت مقترحه ببداية المناقشات، يعني عم نوصل للحدود ما يقل شوي عن 1,000 مليار. مواد استهلاكية مثلا عم تورد بكل الوزارات، عملنا عليها نسبة 10%. الخدمات الاستهلاكية كذلك الأمر. بدلات الأتعاب يلي هي مش المعاشات، رحنا كمان على الهيئات التي لا تتوخى ربح، يعني الجمعيات. طبعا استثنينا جمعيات الرعاية الاجتماعية يلي تعنى بالناس اللي حقيقة في حاجة لرعايتها من قبل الدولة. والآن إلى تغريدة الصباح. غرد النائب السابق فارس سعيد متوجها إلى رئيس الجمهورية فقال: فخامة الرئيس، لا تصدق من يقول لك إن الأمور جيدة وإن اعتراض طائفة عليك شيء عابر وغير مقلق. فكر، كرامة موقعك من كرامتنا جميعا. أضاف سعيد: أصبح مطلب استقالة رئيس الجمهورية واضحا في كتابات قامات سنية كانت حريصة حتى الآن على تجنب الرئيس، يعني أن الاستقالة مطلب الناس والنخب الفكرية والسياسية، وسيصبح مطلبا وطنيا سريعا، فاستبقوا الكارثة حتى لا ندفع كجماعة ثمن أخطاء البعض. قضائيا، يباشر قاضي التحقيق في بيروت اليوم تحقيقاته في ملف الادعاء على النائب هادي حبيش حول ما حصل في مكتب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون. ترامب يحذر روسيا وسوريا وإيران من قتل المدنيين في إدلب بعد الفاصل. الصناعيون أطلقوا صرخة وحذروا من التصعيد، فهل سيعاد العمل بالتسهيلات المصرفية أم سينهار القطاع؟ وماذا عن استنسابية المصارف في تطبيق آليات فتح الاعتمادات؟ نقطع السطر يفتح الملف مع رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل الجمعة بعد نشرة أخبار 8:15 مع نوالي شعبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر. ساعة من العمر في ضيافة السلطة الرابعة مع رئيس تحرير صحيفة لواء صلاح سلام. ماذا كان رأي الرئيس صائب سلام في السياسة الأمريكية؟ علمك ماشي انت وياهم عم تحكي سوا، بتلاقي حالك بعد شوي انه تركوك على اول مفرق وصرت عم تحكي مع حالك. ماذا يذكر عن حياة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في بيروت؟ كان ابو عمر بمرحلة عمل السري يتردد على مكاتب اللواء لأنه كان على علاقة وثيقة مع عميد اللواء المرحوم عبد الغني سليم، كان يجي اللواء ويكتب بياناته العسكرية في مكاتب اللواء. ساعة من العمر مع الدكتور شرب المارون الجمعة 1:30 عبر صوت لبنان. حوار أونلاين. مشروع الحكومة قيد التأليف وكيفية إنقاذ القطاع المصرفي اللبناني والاقتصاد اللبناني من خلال إعادة النظر في المصرف المركزي وسياساته والقطاع المصرفي وسياساته. ثالثاً، ثورة مستمرة سأناقش هذه المواضيع في حوار أونلاين. روجي إدي، رئيس حزب السلام اللبناني.
حوار أونلاين مع جورج العلي الجمعة بعد نشرة أخبار 5:15 عبر صوت لبنان. قتل 14 شخصا على الأقل إثر تحطم طائرة ركاب في كازاخستان عقب إقلاعها من مطار ألماتي في طريقها إلى العاصمة نور سلطان. وكانت الطائرة تقل 95 راكبا إضافة إلى 5 من أفراد الطاقم. وذكرت التقارير أن الطائرة لم تتمكن من الصعود عقب الإقلاع وفقدت ارتفاعها فاصطدمت بحاجز إسمنتي ومبنى يتكون من طابقين. وقد شكلت السلطات لجنة خاصة لمعرفة سبب تحطم الطائرة. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا وسوريا وإيران من مغبة قتل المدنيين في إدلب. والأوضاع في سوريا إضافة إلى الملف الإيراني أمور بحثها الرئيس الروسي هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. على خط آخر، أعلن نتنياهو فوزه في الانتخابات التمهيدية لزعامة حزب الليكود اليميني، واعدا بأنه سيقود الليكود إلى فوز كبير في الانتخابات العامة المقبلة في أذار، وسيستمر في قيادة دولة إسرائيل لتحقيق إنجازات غير مسبوقة على حد تعبيره. وفاز نتنياهو بحوالي 71.5% من الأصوات مقابل منافسه جدعون ساعر الذي كان ينافسه على زعامة الحزب وحقق 28.5% من الأصوات. غدا وضع الرئيس العراقي برهم صالح استقالته بتصرف البرلمان رفضا الإتيان برئيس وزراء يخالف توجهات الشارع. تعرض الرئيس العراقي لحملة انتقادات واسعة من فصائل وكتل برلمانية موالية لإيران، واتهم تحالف البناء الذي يقوده هادي العامري اتهم صالح بمخالفة الدستور وبانتهاج سياسة قتل الوقت داعيا البرلمان لإقالته. كان في هذه النشرة لولو تنحسر بعدما زينت جبال لبنان بالأبيض. بيستمر تأثير العاصفة لولو على لبنان لبعد ظهر اليوم. الثلوج تتساقط على ارتفاع 1100 متر وما فوق. طريق ظهر البيدر سالك أمام السيارات المجهزة باستثناء الشاحنات، وزحمة سير داخل أنفاق المطار باتجاه بيروت. العقدة الصينية أمام الرئيس المكلف ولقاء مع بري بحث التركيبة الحكومية. وحنكش لصوت لبنان: عندنا مشكل بالطريقة اللي سمي فيها الرئيس المكلف. نحن عم نشوفها هيدي كأنها حكومة أمر واقع أو تحدي محور تم ومشي فيها رغم كل التحذيرات. ارتفاع حصيلة تحطم طائرة الركاب في كازاخستان إلى 14 قتيلا. بهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا للمتابعة.